بأكد خبير إحصائي باستمرار أن الجو المسيحي العام بلبنان متعاطف جداً مع القضية الفلسطينية على عكس ما يروج لإله بعض الأحزاب. تبين أنه كلام مسؤول أحد الأحزاب عن المشاركة بعمليات الجنوب ما بيتجاوز المنبر الإعلامي اللي قيل فيه على اعتبار أنه الوضع ممسوك بالكامل من جانب حزب الله. لوحظ امتناع حركة أمل عن التعليق على مقالات صحفية تتحدث عن عمليات فصل من صفوفها على خلفية خلافات تنظيمية.